لقيت ان ده يبقى المنظر، ان الناس تبقى كان دايما دايما اللي بيحصل ان اي لعيب بيجي او اي صفقات بتيجي الناس بتبقى فرحانه بيها اكتر ما هي فرحانه باللعيبه القديمه. والفكره دي دايما كانت مربوطه ان اللعيبه القديمه ما عرفتش تحقق حاجه، فاحنا عايزين لعيبه جديده تيجي تحقق. ده ما حصلش السنه دي، فكنت حابب ان انا اكرم اللعيبه اللي خدت الدوري والكاس، وكنت حابب اللعيبه الجديده ان هي تبقى شايفه ده، ان انتوا جايين على الفرقه دي، جايين على لعيبه كبيره. وعلى فكره هو ده العدد، يعني هو ده العدد باستثناء اثنين عشان انا مركز معاك، محمد طارق وسيف جعفر، هم الاثنين بس ما كانش ليهم صور متاحه ان احنا نعملها، كنا عشان نلحق المؤتمر، لكن كان هو ده العدد اللي فضل معانا السنه اللي فاتت وخد معانا الريسك. فكنا عايزين ان احنا نشكرهم ونكرمهم عن طريق ان احنا نحط صورهم في مؤتمر تقديم الصفقات. وانا شايف انه خلاص كلمه الصفقات دي كلمه المفروض ما نتكلمش فيها تاني، دول ودول دول خلاص، دي لعيبه الزمالك في موسم 22 23. واللي يغلط ده مش صفقه جديده بتغلط، واللي بيغلط ده مش لعيب قديم وبيغلط، فاللعيب الجديد احسن منه. فدي فرقه الزمالك، محتاجين وقت يعيشوا مع بعض، محتاجين وقت يلعبوا مع بعض علشان نبني جيل جديد، لان احنا اتاخرنا فترتين كويتي. فانا بشكرك على اللي انت خدت بالك من الملاحظه دي واحمد.